السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوت خواتاتي، كديري لبس عليكم بخير؟ هانيين كنكم مزيانين، نتمنىكم كاع تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتو نتوما كتشاهدوا الفيديو. مرحبا بكم معي فيديو جديد. فيديو ديال اليوم جيت ان شاء الله غادي نتقاسم معكم طريقه التحضير ديال الذره او ديال الكبال مسلوقه بالحليب. كتجي جديده بزاف، الطريقه اللي مختلفه كتجي رائعه، يعني نبدلو شويه من القليم داكشي، صراحه راه كتجي غزاله بهالطريقه. نتمنى انها تعجبكم، يعجبكم الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش اخواني واخواتي كيف ما العاده تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا معايا المكونات الطريقه، وكذلك نتوما كتفرجوا ما تبخلوش على خصكم بواحد اللايك على الفيديو. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا كيف ما العاده، ما نساوش الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. المهم خليكم معايا ما تمشيو فين، نشوفوا ان شاء الله الطريقه والمقادير مع بعضياتنا. فبسم الله على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. كما كتشوفوا هنا انا خديت 5 ديال الكبالات. بالنسبه للكبال اخواتي، من الافضل انكم تاخذوا الكبال هذه اللي كتكون عامره، يعني كتكون مسرجيه حبه حتى حبه. شوفوا معايا هذه راني خديتها الصراحه وخرجت لي تما بحال لي مدوده، بحال الصراحه ناقصه ديك البلاصه، المهم راه ضربتها بالسكين ولكن ما شاء الله يعني طريه. ها نتوما بركت عليها انا بيدي كيخرج داك الماء ديالها، يعني طريه الصراحه وزاله. ودابا راه الصراحه نقصت الثمن، يعني ما بقاش الثمن ديالها هذا ديال 3 دراهم، الصراحه هذه غير بجوج دراهم وغزاله، يعني من السوق كيف ما كنعرفوا راه دابا وقتها، يعني راه موجوده دابا كما قلت لكم جوج دراهم الوحده، راه ما بقاش دايره 3 دراهم. صافي خديت انا هاد الكميه، خديت 6 ديال الحبات. المهم وحده راه تبقات لي تما، عاد قشرتها معكم كيف ما كتلاحظوا ولا نقيتها هنا، غسلتها يعني بعد ما نقيتها ضروري كتغسلوها مزيان وكتحيدوا لها داك الشعيرات او داك الشعيبطات اللي كيكونوا فيها، يعني ضروري من هذه اللي كنسلقوا تكون نقيه، يعني تنقيوها مزيان باش ما يجيوش داك الشعيبطات هكا فيها. كاع ديك اللي كتشوى ولا اللي كتقلى ماشي مشكل، يعني كلشي كيتحرق في النار، اما هذه اللي كتقلى كنسلق عفوا ضروري ما نقيوها مزيان. صافي نقيتها غسلتها، هنا غادي نقطع كل وحده غادي نقطع على جوج باش تهز لي في هذه المقلات فين غنسلقها، يعني المقلات عندي ما كبيرهش بزاف، الافضل انكم تقطعوها. الا كان عندكم شي اناء هكا كبير حيدوا لها غير داك القاع ديالها وخليوها كيف ما هي. صافي انا خديت الكباله او الدوره قسمتها على جوج هانتوما، وكنديرها في المقلات كما قلت لكم. الذره تكون اختاروا، حاولوا انكم تختاروا داك الذره اللي كتكون طريه. المهم الا ما خلاكمش كاع مول يعني اللي كيبيع الذره انكم تحلوها، شوفوا غير داك الشعيرات. الا كانت الكبال عندها شعيرات بويض وكيرومو الخضوره، عرفوا ان من الداخل راه باقيه طريه، ما تاخذوش داك الكبال اللي كتكون داك الشعيرات ديالها يعني قهويين، هذيك شويه كتكون بحال اللي عاقده. صافي هنايا هانتوما قطعتها كلها في هاد المقلات هذه. هنا غادي ندير عليها الملحه كيف ما كنعرفوا كاملين الذره كتبغي الملحه، وما انا غادي ندير واحد 3 ديال المعالق هكا صغار ديال الملحه باش كتجي بنينه. وكذلك غادي ناخذ هنا واحد الكاس ديال الماء وغادي نديرو كيف ما كتلاحظوا هنا، راه ما عمرتش بالماء. غادي نزيد الحليب، المهم الحليب اللي عمرو جرب الدوره بالحليب غجربوه على حسابي، واحد المذاق فيها كيجي يا سلام. راه ما كيجيش المذاق ديال الحليب بصفه نهائيه، غير المهم ثقوا فيا وجربوها، راه ما كيجيش المذاق فيها ديال الحليب بصفه نهائيه، واخا كدير فيها الحليب ما كيجيش فيها المذاق ديال الحليب. المهم خديت هنايا نتوما كاس تقريبا بهاد الكاس ديال العلبه، وغادي ندير تقريبا كاس ونص لتر ديال الحليب. غادي نفرغ هذا الكاس الاول وغادي نزيد نص كاس، يعني ديك الكميه اللي تبقات لي من الحليب. المهم الكميه ديال الحليب كتبقى على حسب الكميه اللي درتو ديال الذره، واش كميه كثيره ولا كميه قليله. مثلا درتو غير 3 ديال الحبات ولا جوج حبات، راه غير كاس واحد ديال الحليب راه كافي. صافي نتوما راني درت كاس ونص، دابا غادي نديرها ان شاء الله على النار وغادي نخليها تنسلق. بالنسبه للمده ديال السلق ديالها راه ما كتاخذش مده اللي طويله، ما بين هكا 20 دقيقه حتى 25 دقيقه، يعني فاش تبدي كتغلي كتحسبوا لهاد المده هذه وكتحيدوها، خصوصا الذره ديالنا فاش كتكون
طريه راه ما كتاخذش مده اللي طويله. هانتوما هنا راني حاولت انني يعني داك الحليب اللي زدنا تقريبا راه قربت تغبى، وضروري هكا شي مغلقه ولا شي حاجه كتغطيو يعني هاد المقلاه ديالكم باش داك الفوار او داك البخار اللي كيخرج بنا ما يخرجش برا، يعني داك البخار باش طيب لنا بسرعه. صافي انا درت لها انايا عفوا خواتاتي كما قلت لكم اختكم راه مساعيه عليا الصراحه الكحه حناجر، بعيد عليكم الله يحفظكم ويحفظ وليداتكم. المهم كي قلت لكم هنا انا غطيتها بواحد الاناء ديال الزاج، هانتوما واحد المغلقه ديال الزاج باش ما يخرجش منا داك الفوار. الفوار هنايا انا عندي هاد المغلقه هادي دير واحد المقلاه اخرى يعني عندها بحال شكل صفاره كتخرج منها هكا من الفوق. صافي فهاد المرحله كنقصوا النار شويه باش ما كتبقاش يعني تفيض لنا مع الحليب، ما تبارك الله كيطلع يعني بالفيضه ما يفيضناش. نقصوا النار نخليوها ما بين متوسطه وقليله صافي، ونخليوها طيب لذاك المده اللي قلت لكم. كما سبق وذكرت معكم اللي ما جرباش بالحليب غير جربوها على ضمانتي، راه كتجي لذيذه لذيذه وبمذاق مختلف، وصدقوني راه ما كيجيش فيها المذاق ديال الحليب، واخا كنديروا الحليب فيها مي الصراحه ما كيجيش فيها المذاق ديال الحليب، غير جربوها على حسابي وردوا عليا كتجي غزاله صراحه. درتها لهم محمقات ومن بعد الطريقه، ايوا قلت ضروري نبارطاجي مع خوتي وخواتاتي، راكم عارفين حتى شي حاجه ما نبخل عليكم بها. ايوا نتمنى تنتوما تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا كما قلت لكم، راه هذا هو الوقيته ديالها. سبق لي وكنت ديجا يعني بارطاجيتها معاكم شويه على البوطه، كذلك كنت حضرت بها مايز كما قلت لكم، مازال ان شاء الله غادي نزيد منها. بالنسبه للمايز ديالها كتجي فنه يعني تختاروا داك الطريه وتحضروها، الله ينعل بوكاع شي مايز شي مايز ديال برا الله يا خواتاتي كتجي غزاله تبارك الله، يعني غير تختاروا داك الدوره اللي كتكون طريه. صافي هنايا تقريبا راها طابت او راها تسلقات، هنا كناخذوا داك الويده ديال السنين كيغضوا صافي باش يعني باش نهزوا، راها سخونه وكنحاولوا اننا نغرسوا فيه بحال هكا. المهم ما بغالي الصراحه هذا العود هذا، المهم غادي نحاول معها من هنا تهرس لي كيف ما كتلاحظوا. صافي غادي نحيدها. المهم هنا راه طايبه كما قلت لكم هانتوما، راه ما شاء الله طايبه، غادي نحيدها ونرجع معكم الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما كنحيدوا الدوره ديالنا، شوفوا معي ما شاء الله كيفاش كتجي في المذاق، صدقوني احسن واروع ما يكون، يعني دوره غزاله بالطريقه هذه. فما عليكم غير تختاروا الدوره طريه جربوها بالطريقه وردوا عليا. فاخوتي خواتاتي ما تنساوش اللي عجبتكم الوصفات بارطاجيوها مع خوتكم صحابكم مع كاع الناس اللي كتعرفوا فضلا وليس امرا. كذلك الى كنتو جداد والاول مره كتشاهدوا هذا الفيديو فكنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم، ما عليكم غير تشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش تبقاو توصلوا كل ما هو جديد. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم تعليقكم المحفزه، كذلك خليوا لي في لي كومونتير الاراء ديالكم الا بغيتوا نبارطاجي معكم شي وصفه من الوصفات مرحبا على الراس والعين. المهم خليوها لي كلشي خليوها لي في لي كومونتير. المهم غاديش نطول عليكم دابا اكثر من هكا، غنقول لكم دي باقي كاين شي الفيديو حتى لدابا. شكرا بزاف على حسن المتابعه، السلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله.